انا الحقيقه سعيد ويعني مبسوط لما بسمع او بشوف اي بسمه امل، اي بسمه فرحه. 26 متعافي من هذا الفيروس اللعين في مستشفى بني سويف بيحتفلوا بشفائهم. حاجه تفرح، حاجه تبعث الامل، حاجه تقوي جهازنا المناعي كلنا، حاجه تخلينا نفهم ان احنا قادرين ان احنا يعني نواجه هذا الفيروس باذن الله بعزيمه المصريين، وان احنا نتباعد. انا طول الحلقه عمالين نتباعد يا جماعه، لازم نتباعد عشان البلوه ما تزيدش. طيب خلوني اروح اتكلم عن فقرتنا الحواريه الرئيسيه. برضو هنتكلم عن فيروس كورونا وعن الافراح. فيروس كورونا تسبب الحقيقه في تغيير نمط حياه الكثير مننا، والامر لم يتوقف عند حد تطبيق الاجراءات الاحترازيه فقط، لا، انما يعني ساهم ايضا في خفض تكاليف العديد من المناسبات، منها حفلات الزفاف. حفل الزفاف اصبح لا يستغرق اكثر من 20 دقيقه، ده عند الناس الملتزمه. ها ضروري نقول الكلام عند مش اللي بيعمل فرع على لودر ونجمع البلد كلها تحت ويبوسوا حضنه ويطلع لنا 200 300 اصابه من اي فرع. ها بيحضر العريس والعروسه بملابس هذه المناسبه، وبيتم الاكتفاء بجلسه تصوير اللي هي فوتو سيشن بنعمله، بنروح نتصور في الميادين، بنروح العروسه بتروح للكوافير، بيبقى فيه ضوابط الكلام ده واجراءات احترازيه عشان يوثقوا هذه المناسبة. خلوني لا أطيل في مقدمات وارحب بضيوف في الاستوديو. معايا الشيخ إبراهيم سليم، رئيس صندوق المأذونين الشرعيين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. كتبت كتابات كتير أنت اليومين دول. الحمد لله. طيب معايا كمان الدكتور أحمد غربية، خبير إدارة الموارد البشرية. مشرفني يا فندم. أهلا وسهلا معالي الأستاذ. معايا كمان الدكتور كريم عماد، استشاري الصحة النفسية. مشرفني يا فندم. شيخ ابراهيم هبدا من عندك. يعني بما ان احنا يعني لا يفتى وملك في المدينه، هنتكلم عن الجواز. ايوه. في زمن الكورونا هل هو توفير للنفقات ولا بنتعايش بقى ولا دي موضه ولا ايه الحكايه؟ مش فاهم. طيب خلينا نقول في البدايه الحمد لله رب العالمين، اسال الله عز وجل ان يرفع عنا هذا البلاء. اللهم امين. وان يشفي كل مريض. اللهم امين. وان يعافي كل مريض وان يرحم كل ميت. ففي حقيقة الأمر الكورونا النهاردة لها جوانب سلبية ولها جوانب إيجابية. من ضمن الإيجابيات اللي حصلت بعد الكورونا إن هي وفرت كتير على الشباب في نفقات الزواج. يعني قبل كده كان الشاب بيحتاج إن هو يحجز قاعة أفراح، محتاج مصاريف للحنة، محتاج مصاريف لحاجات كتير جدا، والمصيف وغيره. نقدر نقول إن بفضل الله سبحانه وتعالى إن الحاجات دي ابتدت تختفي تماما. كان الفرح مثلا بيبدأ من الساعة 9 مساء، النهاردة ممكن الفرح يتعمل الساعة 9 صباحا أو الساعة 10 صباحا. أيوه. وحالات كتير جات لنا بالمنظر ده. العروسة بتيجي بفستان الزفاف. أيوه. والعريس جايب البدلة بتاعت الفرح. لابسين الكمامات ولا لا؟ في الغالب يعني مش بيبقوا لابسين الكمامات، خلينا نقول الحقيقه ده معظم. لكن في الغالب في الغالب في الغالب اللي جايلك من غير كمامات، مش انت المفروض حضرتك توقف كاتب الكتاب لحد ما يلبس كمامات عشان توعيهم؟ النهارده احنا بنحاول نلتزم اولا بالتباعد، ان يبقى في مسافات موجوده ما بين المعازيم. أيوه. وده بالتقليل من عدد افراد. في معازيم كمان يا شيخ ابراهيم؟ ايوه موجود طبعا. الوكيل بتاع الزوجه مش هيبقى موجود، او العروسه يعني مش هيبقى موجود. الوكيل يعني عدد بسيط. اثنين شهود يبقوا موجودين، لازم يبقى في على الاقل 5 أو 6 افراد موجودين. كويس قوي. بيتمموا اجراءات الفرح، لان طبعا ما فيش فرح من غير الاركان اللي موجوده، لازم زوجه وزوجه ووالي واثنين شهود. زي الاخ بتاع اللودر ده اللي طلع، هاتوا لنا الفيديو بتاعه والشيخ ابراهيم بيتكلم. الاخ بتاع اللودر ده الله يهديه، اللي عمل الفرح على اللودر في الاخر قبض على عمه وابن عمه. معهمش تصريح للودر. يعني مفيش تصريح بالجواز اساسا يطلع يعمل. لا طبعا طبعا المبالغه في الشارع وعاملين كله جنب بعض. احنا عندنا مشكله وعندنا في جائحه موجوده. أيوه. وفي مرض موجود، لازم الناس تاخد التدابير الاحترازيه. ده اولا حمايه ليهم وحمايه لاقرب الناس اليهم. صحيح. لان النهارده وحمايه لانفسنا. لان انا كمأذون شرعي النهارده معرض ان انا اتعرض لعدوى، معرض ان احنا بنحاول نلبس كمامات، بنحاول ان احنا نلبس جوانتيات، بنحاول ان احنا نستخدم الكحول في ايدينا، بنحاول ان يبقى في تباعد ويبقى في عدد قليل. كتبت لها شيخ ابراهيم في المقاطعه، هل اكبر من الاعداد اللي كنت بتكتب لها قبل؟ لا طبعا، حوالي 30% من عدد الاعداد. يعني احنا بنتكلم بنتكلم في عيد الفطر مثلا، وبنتكلم في شهر 6 و7 و8 اللي هي اجازه الصيف. لا الاعداد قليله جدا. طبعا الاخ العريس بتاع اللودر، عريس اللودر، عريس. اتفضل يا فندم. يعني الاعداد النهارده قليله بشكل كبير جدا. يعني لو احنا بنقول بيتعمل مثلا في الشهر 100 عقد، النهارده بيتعمل 30% من عدد. هقف عند ده وهرجع لحضرتك مره ثانيه، اروح للدكتور
طيب يعني رئيس التحرير امير عبيد بتقول لك السوشيال ميديا بتقول اكتر من كده، الاعداد اكتر من كده، بتقول اعداد حالات الزواج. انا بقول 30% من الاعداد اللي كانت بتتم، اللي كانت انا بضرب بتتم. مثل يعني اقل، يعني اقل 30%. يعني ما تصدقش السوشيال ميديا؟ لا ما تصدقش طبعا. دكتور الاعداد أحمد موجوده والارقام موجوده. يعني غربيه، ايه رايك في الكلام ده؟ وهل فعلا الشباب شايف ان الجواز بدون فرح موفر للنفقات وافضل، ولا انت بتشوفه ايه يعني خبير تنميه بشريه؟ انا بشكر القامة زميلي المأذون طبعا الشيخ ابراهيم الشيخ، يعني حاجة محترمة. اولا عندكم جميعا الف مليون مبروك يا رب. الله، بس احنا هنتكلم من وجهتين نظر. الفرحة الف مليون مبروك عليه مأذون. لازم اقول الف مليون مبروك. طيب وانا سعيد اللي قاعد مع قامة زي حضرتك. بس سريعا ندخل في الموضوع، انا اخدها من وجهتين نظر. وجهة نظر الضوابط القانونية لدولة محترمة. انا اول مرة يا استاذ محمد اسمع دولة رئيس الوزراء، والفيدباك بتاعي طربوش. انا الدكتور مصطفى مدبولي بحييه على ايه هوا. فيدباك طربوش؟ مش فاهم. يعني انا ما كنتش بحس قبل كده يعني ايه وزراء، رئيس وزراء يعني ايه حكومه. يعني احنا عندنا حكومه قويه جدا لوضع الضوابط. ايه ده موضوع الجواز يا فندم؟ عشان انت بتقتل فرح. ازاي انت باشا؟ الاب والام طول عمرهم بيستنوا اللحظه دي عشان دي مكافاه نهايه خدمتهم. اقتل الفرحه ولا اقتل الاب والام بالاصابه بكورونا؟ لا يا فندم، ضوابط، ثقافه. احنا دوله محترمه عندنا اجهزه تنفيذيه قويه. وانا بقولها لاول مره، وانا مواليد 80. سعيد وفخور اللي احنا في الدوله القويه. ضوابط، اللي يكسر الضوابط يعاقب. لكن تقتل الفرحه ليه؟ ازاي تقتلها؟ انا مش فاهم. ما انا همنع الافراح. لكن هو ما حدش منع الافراح يا فندم، اتحفظ على ده. هو اللي حاصل في الاجراءات المدرسيه بتتم. مين اللي اكد على الموضوع ده؟ الافراح اشكر ابراهيم. لا لا لا، انا عايز اكد، لان انا النهارده قبل ما اجي لحضرتك البرنامج عندي اكتر من 100 تليفون جالي، وعندي اكتر من 100 رساله، وخلال الاسبوع اللي فات رسائل كتير جدا. كاتب كم عقد الاسبوع اللي فات؟ بتسالني تقريبا حوالي مثلا 15 عقد مثلا. مأذون واحد في مصر. ما حدش معاه. حرب الشائعات، عندنا كثافه حرب الشائعات. انا جاي امثل المواطن الغلبان اللي مش عارف. على انا عارف دي عشان اوضح للساده المشاهدين، عشان اطمن الساده المشاهدين. ايوه الناس جايه بتسالني، بتقول لي يا عم الشيخ هو هيتم سحب الدفاتر من المأذونين الشرعيين في اول شهر 7؟ السؤال ده اتكرر عليا في شهر 4، سالوني عن الكلام ده، وفي شهر 5 اتكرر الكلام ده، وفي شهر 6 والحكومه بتنفي وبتاكد ان مفيش حاجه اسمها سحب الدفاتر بالكلام ده. مفيش اي تعارض، بالعكس. امال ايه بقى؟ مين بيقتل؟ انت عايز تعمل موضوع وخلاص يا دكتور. فاحنا يعني مش عايزين نفتح المجال. انا بسال سؤال بس، ان انت بتقول ده الحوار ملوش موضع من الكلام. انت بتردد اشاعات، بتردد. يبقى احنا على السوشيال ميديا ازاي ترددها انت على الهواء؟ لا انا عايز المواطن يخلي باله. أيوة. ان ياخد المصدر. كلم الصحيح. كلم بقى المواطن وقول له بقى. طبعا انا جاي امثل المواطن. كلمه بقى وقول له اللي ما عندوش ثقافه. لازم اوعيه. توعيه بقى بايه؟ ببقى في فجوه بين السلطه التنفيذيه والمواطن. مفيش دور اللي زينا ان احنا نوصل الراي بتاع السلطه التنفيذيه عشان المواطن غلبان. يا فندم هتحفظ فجوتي. مجلس الوزراء اصدر بيان ان مفيش حاجه اسمها منع العود الزواج، عود الزواج زي ما هي. طيب. مع ذلك خلينا اروح للدكتور. والاشاعه بتنتشر. اروح للدكتور كريم عماد. دكتور وانا بكلمك بتكلم عن ده، شباب وفتيات كتير بتعجل بجوازهم رغم عدم وجود افراح. هل ده خوف من وجهه نظرك العلميه من الموت وفقدان الحياه، ام ده عدم صبر او قلق من بكره؟ تمام. بص حضرتك طبعا النقاش جميل جدا بين الاخوه وفي حماسه قوي. اتفضل. بس تعالى نتكلم من المنظور العلمي. احنا عندنا موضعين اصلا. ما انا عايز المنظور العلمي الحقيقه. انا هكلمك كله علمي وفقا للعلم اللي بيتكلم. ايوه. عندنا نظريه في علم النفس بتاعه التحليل النفسي لواحد اسمه فرويد. الفكره قايمه على ايه؟ هل انا اصلا متجوز عن حب ولا عن عوز واحتياج؟ هنا تفرق اصلا قبل الجواز، يعني قبل اصلا اذا كان في فرح او ما فيش فرح. الفكره مش في الفرح. الفكره هل انا متجوز عن حب ولا عن عوز واحتياج؟ ايه الفرق؟ الحب بيدوم بعد، لكن الاحتياج والعوز بمجرد ما انهي الحاجه بتاعتي خلاص راحت. يعني مثلا انا النهارده مستعجل متجوز لاني ارغب في اعمل حاجه معينه، عاوز يجي لي بيبي بسرعه، عاوز امارس علاقه بسرعه، ايا كان حلاوه الموضوع بتنتهي بانتهاء الحاجه دي، بعد كده بتظهر المشكله، سواء اصلا كان في افراح او ما كانش في افراح. ده اول شق. الشق الثاني شق اللي انا متجوز اصلا عن حب. لو انا متجوز عن حب بعد الجواز الخلافات، لو حصل خلافات هتبقى خلافات في التعامل. طيب لنفرض النهارده انا اتجوزت وما عملتش فرح. هل ده هيأثر على العلاقة؟ هل هيأثر في موضوع الحب؟ قولي. بنسبة كبيرة جدا. فعلا هيأثر. طيب ليه؟ طب ما استنى بقى،
لحد ما الظروف تخلص واعمل الفرح واعمل كل اللي انا عايزه. هو لازم العريس النهارده يصرف 20,000 جنيه او 50,000 جنيه عشان العروسه تفرح؟ صح، في حاجه النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ايسرهن مهرا اكثرهن بركه. صح جدا، في يعني حاجه حتى بالبلدي كده بنقول فرحه العروس بعروسته وفرحه العروسه بعريسها. صح، لكن انا النهارده عشان افرح الناس كلها ادفع 50,000 جنيه وانا شاب مش لاقي؟ الفكره مش في الفرح كده. انت حضرتك شاب واحنا شباب يعني كلنا في مجتمع يعني في مرحله الشباب. بس خليني اكمل اوضح لحضرتك فكره، لكن اللي انا عايز اقوله بس جزئيه بسيطه. النهارده شاب عنده 25 سنه النهارده عشان يتجوز محتاج ما يقرب من 150,000 جنيه، هيجيبهم منين؟ أوكي. وانت عايز تحمله فرح، خليني اكمل الفكره. طيب بعد اذنك كمل يا دكتور. دكتور كريم اتفضل. يا دكتور اوكي، في حاجه اسمها ايه في الحاجه دي؟ حاجه اسمها كومبنسيشن، اللي هي ايه؟ التعويض. التعويض النفسي. التعويض النفسي. هسمع باقي كلامك بعد هذا الفاصل، وهنتكلم بقى التعويض النفسي اللي بيتكلم عنه الدكتور كريم عشان يرد على الشيخ ابراهيم بعد هذا. بجدد تحيه لحضراتكم. قبل الفاصل كنت بتكلم مع الدكتور جميل الدكتور كريم، وكان في يعني شبه اختلاف بينه هو والشيخ ابراهيم وكمان الدكتور احمد. دكتور كريم، ايه التعويض النفسي اللي كنت بتكلمنا عنه بقى؟ تمام، احنا عندنا نوعين من انواع الاحاسيس، عندنا حاجه اسمها احاسيس جسديه وعندنا حاجه اسمها احاسيس نفسيه. طيب الانسان النفسيه عرفناها، الجسديه هنعمل فيها ايه دي؟ ده ما تنفعش غير بالجواز. لا ما نستطاع منكم الباقي. الانسان شاطر جدا 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 في هو يكبت الاحاسيس النفسيه. تمام. فاشل جدا ان هو يكبت الاحاسيس الجسديه. تمام. يعني ايه احاسيس جسديه؟ حاجات كتير قوي. يعني مثلا النهارده لو انا سقعان استحاله هقدر اكبت اللي انا برتعش، دي احاسيس جسديه استحاله اكبتها. لكن النهارده لو انا مثلا متضايق من شخص معين هكبت هذه المشاعر. طب اللي بيحصل هنا ايه؟ انا النهارده اتجوزت مثلا ما حصلش فرح. حلو جدا. ماشي. ومعوضتش الموضوع ده، اللي بيحصل لعبه نفسيه. حاجه جميله قوي، بيحصل حاجتين، حاجه اسمها كبت وحاجه اسمها استبدال. يعني ايه كبت؟ يعني موضوع اللي بيسبب لي القلق والتوتر باخده من الشعور عندي احطه في اللاشعور. طب ايه هو موضوع التوتر عندي؟ اللي هو اللي انا متضايق، اللي هو الضيق او الحزن اللي انا ما قدرتش. وده كلام يخلي الجهاز المناعي يقع بالمناسبه جدا يعني. وحضرتك طبيب وعارف جدا. انت عارف يا دكتور، انت عارف اكتر حاجه؟ مش دكتور يا فندم، حضرتك الدكتور ومشرفني. انت عارف اسهل عشان يقولوا بدعي. انت عارف اسهل حاجه بتضرب جهاز المناعه هي ايه؟ الحاله النفسيه. الحزن طبعا اكتر حاجه. يعني ايه اخطر مره؟ طب اتجوز النهارده واعمل اختلاط وابويا وامي يتصابوا واهلي يتصابوا واحزن؟ لا لا لا، ولا اجل خالص. ممكن هنا اعمل حاجتين، يا اما ااجل الموضوع خالص. أيوة. او اعوض بقى. عوض يعني يعني اللي انا المفروض النهارده اعمل على الضيق بقى. عوض الموضوع، عوض المشاعر. يعوض يعني الزوجه نفسيا. عوض الزوجه نفسيا. نفسيا رومانسيه. انا شهر عسل. مش فكره كمان شهر عسل. إن فكره ايه؟ اعمل لها شهر عسل. فتحوا الفنادق. يا باشا انت شكلك عايز تعمل الافراح في الميادين. لازم اظبط الحاله النفسيه. طيب. اللي بيحصل حاجه، بيحصل حاجه اسمها كبت. بعد كده بيحصل حاجه اسمها استبدال. أنا يعني بص انا يا دكتور احمد، عايزك تبص على الفيديو ده طول ما انت قاعد اللي قدامك ده. ماشي يا استاذ. ده هتقوله على الشاشه كلها. ماشي. عشان انا هطلعه من هنا مغير رايه. يعني هتقوله على الشاشه ماشي. كلها. استاذنا اتفضل يا دكتور احمد. يا دكتور عماد. بيحصل حاجه اسمها كبت. كريم عفوا. ولا يهمك. بيحصل حاجه اسمها كبت، بعد كده بيحصل حاجه اسمها استبدال. طب بكبت ايه؟ بكبت مشاعر الحزن واستبدلها بمشاعر الفرح. طيب هل انا النهارده لما كبت مشاعر الحزن هل هي انتهت؟ هل مش هتطلع؟ لا هتطلع. لو قصدي يا دكتور، شايف الناس عاجبك المنظر ده يا دكتور احمد؟ كارثه. قله ثقافه. قله ثقافه؟ دورك بقى انت توعي بقى. دورنا ودور حضرتك. هطلع من عند الدكتور كريم عماد واروح للدكتور احمد غربيه. يا دكتور عاجبك المنظر ده؟ لا مش عاجبني. امال ايه؟ دوري ودور حضرتك. تعمل ايه بقى؟ نقول للناس ايه؟ نتعب انت خبير تنميه بشريه. نتعب للناس، نقول لهم ان في ضرر قول لهم اقوى. قول لهم بقى. التعويض النفسي. يعني دايما في ضرر واقع عليك من التجمعات. افهمه ان دي مصلحته، افهمه ان انا بعمل لمصلحته وده موجود بس محتاج جهد. اللي ده دورك يا فندم اهو. ودور الاعلام برضه يا فندم. وانت سيادتك قاعد معايا ليه؟ قاعد معايا عشان تقول للناس. طلعنا بمعلومه ان الشيخ قال ان الزواج ما اتمنعش، يبقى دي اول معلومه ممتازه. يبقى المعلومه دي كل اللي غير كده دي طبقة. طلع 100 بيان من الحكومه. طبقه دنيا يا فندم ما بتستخدمش السوشيال ميديا، موجوده في شعب مصر. موجودة في مصريين. لا في ناس عايزين متعمدة تسقير. ان هي تصعد الاشاعات. طبعا احنا ناس متعمدة طبعا ان هي تنشر الاشاعات. طبعا مين الناس دول يا اعداء الوطن؟ الناس طبعا اعداء للبلد واعداء طبعا. للوطن واعداء للحكومة ومعروفين لكل الكشف بقى. يظهروا يعملوا حالة توتر بلبلة عند الناس والله. ما تتخيلش بيصطادوا في المية العكرة كل شوية. يا عم الشيخ هو يا جماعة والله الجواز ما اتمنعش،
ولا هيتمنع في شهر 7 ولا هيتمنع في شهر 8 ولا 9 والجواز مستمر وعقود الزواج موجوده ودفاتر الزواج موجوده عند المأذونين. عايزين نطمن الناس اطمنوا، عايزين نطمن الناس اطمنوا. طيب يا يا دكتور احمد، لو مفيش جواز مفيش افراح يعني لا في جواز ماشي لكن لو مفيش افراح مش مهم المجتمع هيفقد ايه؟ مش مهم. لا اهم حاجه مفيش في جواز إيه؟ ماشي يا بس يا فندم ما هنفهم، هنقعد طول الحلقه ضوابط نتكلم عن ما فيه ولا ما فيش. لا ما في جواز، اختلاف الثقافات. لو ما فيش افراح يا دكتور احمد، ما الذي سيفقده المجتمع؟ ولا اي حاجه، ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. ولو في افراح هستفاد منها ايه؟ ولكن التعويض النفسي اللي الدكتور قال عليه لازم اسعى ليه للمواطن المصري اللي ابتدى ياخد حقوقه. حاجه بتحصل هي ايه يعني؟ احنا عايزين نتعب دكتور، يعني نتعب ونفهمه. يعني انت وجهه نظرك ان الافراح بتصلح في العلاقه الاجتماعيه؟ لا لا خالص خالص، بس انا عايز افهمه ان الفرح هيضره. انزل للمستوى. اخطر حاجه بتحصل ايه اصلا؟ قول يا دكتور. الشائعات النفسيه. أيوة. شائعه بتتحط العقل عندنا، اي فكره بتقاومها بقاومك وتزيد، اي فكره حطها في دماغك بقاومها بقاومك بتزيد. يعني ايه؟ يعني انت النهارده بتقاوم فكره معينه، اول حاجه اللي بيحصل ايه؟ ان النهارده انا عاوز اعمل ترند سلبي على اي حاجه، مفيش جواز. هو في جواز بس الناس هتقول لك ايه؟ لا ما فيش جواز، ده انا كنت رايح لمأذون، المأذون رفض. ياخدوا دي يوم موزعينها تن 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 تن، تتوزع تتوزع تتوزع، اصبحت ترند. وانا النهارده مقبل على الجواز اللي هيحصل. كلام حضرتك اللي هو يعني انت بتقول الدوافع النفسيه والتعويض والكلام ده، الناس لما تقعد يعني لو في حد من المشاهدين قاعد بيسمع حضرتك النهارده، لو الزوجه ما اتعملهاش فرح هتقعد زعلانه، ولو الزوج ما قدرش يعوضها هتفضل زعلانه اكتر. أوكي. يعني واخد بال حضرتك؟ فاحنا عايزين برضو نوضح للناس يا جماعه، في ناس ما بتفرقش معاها موضوع الفرح، مش شرط ان انا اعمل قاعه واصرف واعمل. انت ليه مفهومك عن الافراح؟ احنا النبي عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام جوز واحد لواحده بايات من القران الكريم. تمام جدا يا شيخ. قالت لك انا عايز اتجوز، هو انت ليه رابط الافراح كلها يا شيخ؟ صح، انت حضرتك بتتكلم في تعويض حفله. انت عايز، هو انت ليه رابط الافراح؟ انت بتتكلم في حته ماديه بحته. لا انا الناس هيترسخ في ذهنهم ان لازم الزوج يدفع عشان الزوجه تفرح. شيخ انا بتاع نفسيات، انا بتاع نفسيات، ماليش علاقه بالماديات، انا بتاع نفسيات. انا يعني يا ريت توضح بقى، لان الناس ممكن تفهم ان طب انت ما عملتليش فرح ليه؟ انت لازم تعوضني. لا انت اللي اديني فرصه. طيب يا مولانا انت اللي فهمتها بس كده، ما الاستاذ قاعد ما فهمهاش كده. لا انا دوري اسمع واسال وتدخل اثناء الاشتباكات. أيوة. التعويض النفسي مش لازم ان انا النهارده ما عملتش فرح فخلاص بقى جايب لك حاجه ذهب. لا تعالي هقوم اكلك اكله في حته فلانيه، لا تعالي هعمل لك شهر عسل في كذا، مش كده خالص. التعويض النفسي ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى كلمه طيبه، ممكن تبقى معامله حلوه، سواء اتعمل فرح او ما اتعملش. انا عايز يبقى ده كلام عام يا شيخ. ما تربط في الاول ما تربطوش بعدم عمل فرح. طيب خليني اسال سؤال للشيخ ابراهيم. لو بنتك اثناء ازمه كورونا جت تتجوز، العريس طلب ما يعملش فرح، ايه المانع؟ طب لو طلب يعمل فرح؟ لا لو طلب انا امتنع. هتوقف الجواز؟ حفاظا على سؤال ليك برضه يا دكتور احمد. اوقف الجواز طبعا. هتوقف الصحه العامه تجوب الخاصه على فكره. حصل حصل. وانت يا دكتور لو اختك، لو اختك او حد من اسرتك يعني حصل فعلا عندي طلب من العريس ان هو يعمل فرح، هتوافق ولا هتوافق؟ يعني انا طلبت منه يعمل فرح. هو اللي طلب يعمل فرح. والله لو الدنيا سمحت اوكي، ما سمحتش خلاص. يعني يعمل فرح في كورونا؟ لا احنا في كورونا. لا انا بتكلم اثناء ازمه كورونا قولا واحدا. لا طبعا لا، اكيد لا، اكيد طبعا لا، طبعا. طب حصل فعلا ان في فرح اتفشكل بسبب الموضوع ده؟ ما اكيد يا دكتور. ان 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 العريس مصمم ان هو عايز يكتب في الظروف اللي احنا موجودين فيها، قال لك اقل عدد ممكن وهكتب. العروسه رفضت، قال لك لا انا عايز افرح. لا طبعا الجواز رفض. لازم تتفشكل في الجو في الامور ده. هي الزوجه لازم تتفشكل ليه؟ العروسه قالت لك انا عايزه فرح، مش هينفع. النهارده هعمل فرح ازاي؟ يعني قول لي كده يا استاذنا، انا هعمل فرح ازاي في عز الظروف دي؟ قالت لك ناجل. طب ما دي فيها كسره نفس. صح جدا. هنا بقى بنعمل ايه؟ هنا ببدا التعويض النفسي. أيوه. اللي هو اللي حضرتك بدات بيه كلامك. لازم يبقى في تعويض نفسي. يبقى العريس بقى دوره التعويض النفسي، يعوض الطرف الثاني اللي هي العروسه. اللي بيحصل ايه؟ نفسية. اللي بيحصل الشحنه الانفعاليه اللي هي الموضوع، موضوع الكف اللي هو الحزن ده، بتظل مدى الحياه موجوده بس ما بتطلعش. طب ما بتطلعش ليه؟ عشان بيحصل لها عمليه بيتحط كده لاير اسمه المقاومه، بتخزن طول ما اللاير ده محطوط. طب ده بالنسبه للزوجه ولا بالنسبه للزوج والزوجه؟ لا الكلام ده بالنسبه للزوجه. صح، مش ليه؟ للزوج. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك فانهن يكفرن العشير. حبيبي ان احسنت اليها الظهر كله ثم اسات اليها مره واحده، تقول لك ما رايت منه خيرا قط. خدها بقى قاعده كده حلو. الزوجه عامله زي الحصاله،
يعني ايه؟ تمام. يعني تقعد تخزن 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 تخزن، طول ما انت بتحط فيها فلوس بتتملي، فجاه قطعت. كل سنه وانت طيب. جابت لك القديم وجابت لك. رايك ايه يا دكتور احمد في الكلام اللي قاله الدكتور كريم امام؟ ده سيكولوجيه المرأة. دكتور كريم مش مستريح له من اول اللي قال كده. ليه يا بص احنا عايزين نتفق ان المصلحه العامه تجب الخاصه. أيوه. ان الفرح نسبي، الفرح مش بالاحتفالات، الفرح ممكن يكون معنويا قبل ما يكون ماديا. احنا ضد التجمعات لانتشار الوباء، احنا مع الفرحه بما يواكب التدابير والضوابط. تمام، دي رسالتك للناس. طبعا احنا مع الفرحه. طبعا مختلف على الكلام ده. مش مختلف. وبحيي المراه المصريه النهارده اللي بتحتوي الاسره. بتحتوي الزوج، بتحتوي الاولاد، بتحتوي البيت، الضغوط النفسيه الضغوط الماديه، وهي بتحتويهم كلهم النهارده. طيب الفرق ايه بين الافراح اللي حضرتك او يعني حضرتها وعقدت قرانها قبل كورونا وبعد كورونا؟ طيب ايه الفرق بينهم؟ الفرق في حاجات كتير. الفرق اولا في الميعاد، وقت الفرح نفسه. الفرح بيتعمل زي ما قلنا، بيتعمل الصبح الساعه 11 12 الساعه 1 الساعه 2 الظهر الساعه 3 قبل الساعه 5 بنكون مخلصين جميع الافراح اللي احنا نعملها قبل مواعيد الحظر. الفرح قبل كده كان ممكن يتعمل عقد الزواج في مسجد، النهارده المساجد ممنوع فيها عقود الزواج. بيبقى في مكتب المأذون. ويمكن انا النهارده فرحت بالخبر اللي كان بيتكلموا فيه عن ان بيفكروا ان هم يفتحوا في بعض المناطق اللي هي قليل اللي ما فيهاش اصابات والله. وكانت ودي بشرة خير للناس، يعني الناس تبتدي تستعد. لكن كانت العقود الزواج بتتم في المساجد، عقود الزواج كانت بتتم في القاعات. الناس تلتزم يا شيخ ابراهيم. اهم حاجه لان صحه البني ادم عند ربنا سبحانه وتعالى اعظم شيء في الدنيا. نفس المؤمن اعظم عند الله عز وجل، وحرمه دم المؤمن اشد عند الله من حرمه الكعبه. يبقى احنا عايزين نحافظ على صحه البني ادم. نفس البني ادم دي اغلى شيء في الكون، اغلى شيء في الدنيا عند ربنا سبحانه وتعالى. روشيتا يا دكتور كريم، قولها لنا كده للساده المشاهدين، نعمل ايه في الحكايه دي؟ في ايه؟ قول لي عناصر حكايه الجواز. يبقى عندي مأذون بعدد بسيط ولا الافراح ايه اضرارها وايه لازم الناس تطلع بمضمون؟ نقول لهم حاجه في الاخر يمشوا عليها نوعيهم بيها. ايه التوعيه اللي انت عايز توجهها للسيد المشاهد؟ اوكي، انا بطلب من السيد المشاهد اللي هو بما ان هو مش هيقدر يعمل افراح، لازم نمشي بمبدا التعويض النفسي. اللي انا اعمل ايه؟ ادي واحد. دي اول حاجه، اللي انا لازم اعمل التعويض النفسي. طيب تاني حاجه، لازم نعيش خلاص احنا بعد الزواج بقى. لازم اشوف الدنيا بعد الزواج بالحاله اللي احنا كنا راسمينها. يعني ايه؟ يعني اشوف ايه هو الاحتياج اللي عدم الفرح او عدم اقامه فرح عمله، وسد هذا الاحتياج. ادي اتنين. لانه هيقعد لحد النهايه موجود. تمام. اتنين. ثلاثه، اللي انا اعيش انا وهي في الحياه اللي احنا كنا رسمينها اصلا بالظبط. يعني ايه؟ يعني لو ما قدرتش احقق الفرح دلوقتي اعمله قدام عادي. يعني اغلب الناس بتعمل ايه؟ انا النهارده ما عرفتش اعمل فرح عشان الكورونا. امين. مش معنى كده ان مفيش فرح. هو بعد الجواز بقى بيقول نعمل بعد الجواز خلاص احنا اتجوزنا نعمل فرح بعد كده. يعني لا بعد الجواز، بعد انتهاء كورونا. يعني بعد انتهاء كورونا يا شيخ. اسمعني، بعد انتهاء كورونا بحسي بقى هيلبسوا عروسه يا شيخ ولا يلبسوا، ايه المشكله يعني بعد كورونا؟ يعني بص اقول لك حاجه، فوجالي يا دكتور كريم عشان انا معايا دقيقتين وعايز اسال الدكتور احمد. اتفضل. ظلمتوني بس معلش. اتفضل يا دكتور. لا خلاص كمل. خلاص شكرا يا دكتور كريم وشرفتني. هو ما قالش روشته، انا عايز اكمل روشته وهاجي لك تاخد روشته منه. انا مستني حضرتك يا فندم. اللي هو لازم يرسموا الحياه زي ما قلنا كده، زي ما هم رسمينها قبل الجواز او قبل العلاقه، لازم تتم بعد العلاقه. نشوف ايه هو الاحتياج اللي ما سددناهوش ونسدده. حاجه ثانيه عايز اضيفها، دكتور احمد غربيه روشيتا كخبير تنميه بشريه، نتعامل مع الحكايه كلها ازاي؟ الفرحه نسبيه. طيب. ان انا افرح اتبع الضوابط وجبر الخواطر على الله. هو في جبر للخاطر في الفرح، فممكن يكون الاب والام والوكيل. ممكن اعمله اونلاين لاصحابي. يبقى انا ما ضيعتش. حلوه حلوه قوي الفكره دي. انا قبل الافكار. ايوه اونلاين بس مباشر. أيوة. لعبد القران. يا ريت مشاركه عندنا. مشاركه. يقول لك يا ريت ينفع عندنا. مشاركه مشاركه جميله. احساس الفرحه. ادي اثنين. ثلاثه، التوعيه والثقافه لاقل درجات المجتمع المصري من الشباب المهمش اللي ما بيوصلش. مفيش حد مهمش. مين يهمش؟ من اللي هو الشباب اللي مش متابع قصدك. بيروح للشائعات. لازم اروح للمصدر. الجواز ما تمنعش. هنا بقى في فرق ما بين اللي بيروح يشوف شائعات وما بين مهمش. يعني ببقى زعلان. ببقى زعلان اللي هو كبير ومش عارف. ببقى عايز اقول له. دورك انت بقى تعرفه في المحيط بتاعك ودور الدكتور ودور الشيخ. هو الجواز موجود؟ موجود. ومولانا قال وبرنامج الاستاذ محمد الف مليون مبروك. ماشي. ايه بقى تاني؟
هقول التوعية الثقافية. يعني انت بتروح وتيجي على التوعية، التوعية والتدريب عن طريق التثقيف. خلينا نقول لك حاجة بس في عجالة عشان لا هختم وفتر. بقاعدة سريعا، 1% علم و 99% تطبيق يساوي 100% نجاح. عايزين نطبق العلم اكتر ما ناخد الكم. شكرا. اوكي انا بس هي حاجه بسيطه جدا في ثانيه لان لازم اختم. بالله على الزوجين اللي يتجوزوا ما يخافوش من بعض، دي بقى دلوقتي اللي بيحصل. يعني يخافوا من بعض بسرعه؟ الراجل اللي بيخاف. لا لا قول يا فندم. بيخافوا من بعض يعني عشان كورونا؟ يعني عشان كورونا بيصبح بيتحولوا بعد كده عندهم وسواس. وسواس قهري. اشكرك دكتور كريم عماد استشاري الصحه النفسيه، اشكرك الدكتور احمد غربيه خبير اداره الموارد البشريه، شيخ ابراهيم سليم رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، اشكرك وشرفتني في اسئله الحلقه بارائك انت والساده الضيوف. اشكركم مشاهدينا، القاكم غدا في حلقه جديده من خط احمر. بكره حفله على جماعه الاخوان الارهابيه وعلى سلطان الخرفان رجب طيب اردوغان، عندنا فضائح كتير قوي اتقال عنه بكره، هو وتميم الارهاب قائد النظام القطرائيلي الخائن. تصبحوا على كل خير، تحياتي ليكم محمد.